لحظة انطلاق البرايم العاشر أضاف جمال اللغة العربية موضوع التحدي الأول جدية على أجواء المنافسة، وارتفعت حدة التوتر مع التقييم القاسي للجنة الحكم. الفيديو بتاعك ده يعني ممكن أشوفه على الإنستغرام ستوريز. كمؤثرات بصرية كان فيه يكون شوي أحلى. ما بعرف إذا مستخف نتف راشد هالمرة. حس إن أنت بعدت بعد تام جداً عن الانتقاد، إنك بتعمل نقد الفيلم. سمر، مثل ما قلنا هديك المرة، أنت كتير شاطرة إنك تعملي بحث، عن جد مجتهدة. بدي لقي له شي لعبد الرحمن، مش حلو، ما عم لقي له. لكن سريعاً ومع بداية التحدي الثاني وموضوعه تبادل الفئات، فرضت الضحكة وجودها على الجميع، وخصوصاً لما قرروا كارلا وائل يتبادلوا الأدوار. إيه رأيك يا كارلا في تبادل فئتنا؟ You look awesome. Thank you. ربنا يخليك. Effortless. شكراً، وصلت الفكرة. فايا. هالبسمة الحلوة كملت مع اكتشاف مواهب كانت مخفية عند المشتركين، وفيها أبدع معظمهم بفئات الغير. أثبتت أنك تصنع الفيديو بشكل حلو، حمسنا نحضر الفيلم، أعطيتنا علامات، والله ما أشبك شيء. عجبني الفيديو جداً جداً لأنه غني ومتلون وفي ألوان وفي معلومات وفي تيبس، من أحسن الفيديوز شفتها النهاردة. فكرة رائعة بدون شك، عن جد فن وتصميم، حبيت. الشعر موزون صراحة، في تسلسل بالموضوع. لايك. حبيت، معلومات مفيدة، حبيت. لو فئة الكوميديا هديك علامة كاملة، لو فئة الرياضة أنت بالنسبة لي سيف. إلا أنه التوتر رجع وسيطر على مسرح نجوم بلا حدود، مع وقوف نور الإبراهيمي بمواجهة نور الدين أمين، لتكون النتيجة لصالح فئة السينما وخروج فئة المغامرة والسفر. والليلة المنافسة بين الأقوى مستمرة تحت ضغط العد العكسي لاقتراب النهاية وإعلان الفائز بالموسم الثاني، النجم يلي رح يتخطى كل التحديات والحدود. مساء الخير، منرحب بجمهور تلفزيون الآن ونجوم بلا حدود، البرنامج التنافسي الحماسي الأول من نوعه على الشاشات العربية، وفي منتوج قريبا جدا الموهبة اللي تمكنت من تخطي كل التحديات بطريقة للنجومية والتأثير بعالم التواصل الاجتماعي. والليلة باقي معنا من أصل 14 فئة ومشترك 5 بس، وهن حاضرين لمواجهة لجنة الحكم بتحدي مزدوج. ولتعرفوا كل شيء عن المشتركين، تابعوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. وبذكركم أنه عم تشوفونا حالياً عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ بنستقبل لجنة الحكم وبزقف كتير كبير من رحب بيارا. فايا يونان، وائل منصور، تحديات الليلة وغيرها من أحداث يوميات الأسبوع الماضي منشوفها سوا بهالتقرير. مع التحديات الصعبة والمواقف الكتيرة يلي تمرجحت بين التوتر، الفرح، المحبة والأمل، وحدهم 5 مشتركين تمكنوا لهلأ من تخطي كل الصعوبات يلي مرقت.
الليلة صاروا جاهزين لتحديين جديد. الأول الاحتفال بعيد العمال، العنوان يلي أعطاهن الحافز للشغل أكتر وأكتر ودفعهن للاستمرار والاندفاع لخوض المنافسة بكل قوة وإصرار. وبعد ما أخذهن عنوان التحدي الثاني بالزمن للوراء وتحديداً للتحدي الحر بالبرايم الأول، قرر كل مشترك يستغل هالفرصة ليبرهن للجنة الحكم والجمهور كيف تغير أدائه للأفضل وتطورت موهبته وكيف أثرت التجارب اللي مرق فيها على اختياره للتحدي الحر ببرايم الليل. يارا، فايا ووائل، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. يارا، بونسوار يارا. شو يارا؟ يا مساء الفل وائل. نعم، انت عم بتشوف اللي عم شوفه؟ شايفه. هلا بصير في ترجمه تحت. شو هاللون؟ شو هاللون الحلو؟ خضار بجد عمرانه. انا كثير بحب هيدا اللون وليك على ما هو هيدا الكونتراست. هيدا لازم تخبرنا عنه انت، انه الاخضر مع الكذا وكذا والحركات. نسال راشد التصميم. هلا بنشوف راشد شو رح يقول لك. ان شاء الله ان شاء الله يحكي. بلا وكلم شجع. يارا، كيف بتقضي يوم العطله خاصه عيد العمال؟ عيد العمال تحديدا يعني منعيد كل الاشخاص اللي حوالينا، يعني بهالمناسبه اكيد بحب اوجه تحيه لكل عامل منا هون معنا بالاستوديو، اوقات بالتصوير بنعرف قد ايه بيتعذبوا الاشخاص اللي وراء الكواليس بالكليبات باي شيء تصوير وباي دومين يعني بالعالم، فيعطيهم الف عافيه ومنعيدهم كلهم اكيد. اكيد بنوجه لهم تحيه كمان كل فريق الاعداد وانا ولا مره يعني دائما هيك بتشكر يمكن اشخاص، بس بدي اشكر المخرج سامر دادانيو. اكيد كلنا من ضمن سامر عم بيطلعنا كثير حلوين وكل شيء كثير حلو، اكيد كل فريق العمل فريق الاعداد. صحيح، شكرا لك يا رفايا. مساء الخير. مساء النور فايا. شو هي اهم الاغاني يلي كرمت العمال؟ في كثير اغاني ولازم يكون في كثير اغاني. شو اول غنية بتخطر على بالي انا شخصيا؟ يمكن فايد العمال، شيد قصورك للشيخ امام وبحبها كثير. ولازم يكون في كثير يعني صباح الصباح فتحي علي، صباح الصباح برضو الفقير اللي هرب بكريم، سيد درويش. في كثير اغاني يعني وخاصه القديمه، ولازم نعمل اغاني جديده يعني. يلا هذا موضوع جديد، انا كان بنتظر اغنيه جديده منك فايا. شكرا لك. وائل، شو هالعضلات؟ عضلات ايه؟ العضلات عضلات ايه؟ والله تخنت يمكن 20 كيلو. يمكن هي ضايقه عليك، ما بعرف. ما غالبا عضلات. لا غالبا ده جرافيكس. وائل، نشكر سامر على الجرافيكس اللذيذه والجميله دي طبعا. اكيد بنشكره. وائل، نحن بمجال الاعلام في كثير اوقات بنشتغل بايام الفرصه او الاجازه، شو بيكون شعورك بهالنهار؟ بيكون شعوري، هو انا عاده في الراديو عندنا في مصر ما بناخدش اجازه، فبكون قاعد بنش، يعني بكون طالع على الهواء من الساعه 7. بنش لما تنش دبان. نحن بنش يعني بنش السقف. بنش ماي. نحن بكش. فكرت قلت شو بيك مشوب بالاساءه. لا بتنشي دبان في مصر يعني بتنشي. منش. لا بتهش ولا بتنش. فاهمه؟ والله لا ما انت بتتفرج على افلام مصريه كتير يا رب. لا بتهش ولا بنش. لا نحن بننبسط وقتها ان هيك نتعرف على كلمات جديده وتعابير جديده. اكيد لا ببقى قاعد على الهواء من كل البرامج لازم تطلع علشان اي شخص يكون بيسمعنا او حتى تلفزيون كمان، يعني بنطلع كلنا في الاخر ما فيش اجازات. فبس هو شغلنا على قد ما هو يعني ما بناخدش فيه اجازات على قد ما هو ممتع يعني. اكيد. وهلا نحن رح نمضي تقريبا ساعه ما رح ننش ولا شيء. رح تكون ساعه كوندنس فيها كثير معلومات وفيها فيديوهات كثيره، كل مشترك رح يقدم 2 فيديوز. من البرايم الماضي باشرت لجنه الحكم تقييم المشتركين بدل المره مرتين، ومعدل علاماتها بياثر على مصير 2 من المشتركين ليوقفوا بمنطقه الخطر وينتظروا تصويت الجمهور عبر صفحه الان على فيسبوك لانقاذ واحد منهم يلي بيحصل على فرصة جديدة للفوز باللقب أو يكون واحد من الأوائل الثلاثة يلي رح يحصلوا على جوائز مالية من تلفزيون الآن. الجائزة الأولى قيمتها 15,000 دولار، الجائزة الثانية 10,000 دولار، والثالثة 5,000 دولار. تحدي الاحتفال بعيد العمال ابتدى
ومع سمر أنطون من لبنان منشوف كيف الويلنس ممكن تكون أساسية بحياة العمال. شو ما كان نوع عملكن يمكن عم يستهلك من صحتكن الجسدية والنفسية، فبيوم عيد العمال تذكروا انه انتو بحاجة للاهتمام بحالكن لنسيان ضغط الشغل ولو لنهار. من اكتر النشاطات اللي بتفيدكن بها اليوم هي اولا النشاطات الغير مرهقة بالطبيعة مثل قطف الخضرة والفواكه، النزهة بالطبيعة، الاستمتاع بالجلوس بالمساحات الخضراء والتمتع فيها، تأمل وغيرهم. هالنشاطات بتريحكن وبتخليكن تكتسبوا طاقة ايجابية بعيدا عن العمل المتعب والانشغالات. كمان جلسات التدليك مهمة جدا، من أكثر الأنواع المفيدة لكم هي التدليك السويدي مع زيوت المراخية للأعصاب، التدليك التايلندي يلي فيه بينضغط على الأعضاء المشنجة، والتدليك بالأحجار الساخنة. من فوائدهم أنه بيساعدوكم بالاسترخاء، بيريحوا المفاصل، بخففوا من التعب والتشنج المتراكم عليكم من خلال تعزيز تدفق الدورة الدموية. بهاليوم المخصص لكم من المهم تقضوه عم تقوموا بنشاطات بتحسن صحتكم النفسية والجسدية، بتنسيكم ولو ليوم التعب يلي بتحسوه بالعمل. مساء الخير سمر. مساء الخير يارا. شو رأيك بالنصايح يلي عطتنا إياها سمر بهالفيديو؟ مثل العادة كتير مفيدين أكيد، خاصة المساج، نحن كلنا بحاجة لمساج ومنحب كتير إنه نريح حالنا. هذه معلومات جدا مفيدة للكل. بس بدي أقول شغلة إنه سمر من الأشخاص اللي بلشوا من أول البرنامج وعم يتقدموا كل أسبوع، بتشوف الفيديوز كيف عم يتغيروا الألوان، الجماليات، الصورة كتير عم تشتغل على أشياء تفاصيل كتير صغيرة وكتير مهمة بنفس الوقت. من أول ما بلشت لهلأ عم يبين في تغيير كتير، في تطور، فهيدا الفيديو كمان مفيد وحلو. شكراً لإليك يارا. فايا، كيف بتقيم الجماليات؟ بدي وافق يارا بس لأنه عن جد يعني عم عيار الجماليات. مثلاً وين أول فيديو لسمر كان بس كادر واحد، كنا عم نحس فيه خنقة. قديش سمر اشتغلت على حال عن جد. يعني أنا اليوم الجماليات بعطيها 5 من 5. خي وائل، قدرت توفق سمر اليوم بين فئتها وموضوع التحدي؟ طبعاً أكيد. احنا بس افتكرنا أول فيديو لسمر في المسافة لما نطت من على ليه بتضحكي انت؟ دي فاكره صح؟ نطت من كمان انا نفسي لما نطت فجأتنا كانت حاطه 5 شماعات ونسيت تطفي واحده. ما نسيت هي بس. لا بس سمر يعني تقدمتي جدا، ده انا بقوله ليه وبضحك لانه شايف تطور رهيب. واحلى حاجه في الفيديو ده الجماليات، ليه؟ لانه على الرغم انها ما طلعتش قوي في الفيديو بس كل الاديتس او الكليبس او البايتس اللي متاخده من سورسز او مصادر تانية كلهم على نفس اللون وكلهم على في فلو حلو. يعني مش انها ايه ده عايز لقطات مساج اطلع من هنا، لا، تسلسل افكار، الالوان حتى وحلو. ومش الافكار يعني حابب الفيديو. حاضر هذكر. شكرا. عايز اقول لك حاجه بس، ما هي الضحكه اخذت نص وقت الاجابه. مين ضحكتك الحلوه؟ شكرا لكم. طيب اكيد بانتظار العلامات. بتقول لها حاجه بتضحك هلا، قل لي اياها بعدين سمر. لا النهارده كنت في المطار. كيف بتواجه كيف بتواجه التوتر يلي بتصاد فيه خلال هالمنافسه؟ طبعا بالتامل واليوغا وهيك ترخيه الاعصاب. هلا هن يعني اراء لجنه الحكم رخت لك اعصابك كانت ايجابيه. خلينا نشوف العلامات على 75 عن فئة الويلنس. حلو. 62. كثير منيح. شكرا لك سمر. في حكي بعيونك، بتحب تضيف شيء؟ ما اقول لك النهارده كنت في المطار فبتاع بتاع الشنط عمال يقول لي هي زحمه، السير زحمه، فعمال يقول لي كل شويه يا حط شنطتك. قلت له ما انا عارف انا مستني الدور، فعمال يتكلم واللي ورايا متضايقين منه، هو واحد شغال في المطار. فرحت بصيت له كده ازاي سكتته، تخيلي بصيت له كده قلت له وصلت الفكره. استعملت كلامي. ايوه ما انت كل ما بتقولي لنا كده بنسكت، فاستخدمت
كارلا وصلت الفكره حداد خلاص. شفت خلص وصلت الفكره. طيب بدك الاولى بسرعه. هلا المجتمعات الحضريه بتتنافس اولا من خلال تحقيقها حياة كريمة لعمالها واحترامها وتقديرها لجهودهم، ولهالسبب منسميها دولة راقية. كل عيد عمال وانتو بألف خير. فاصل سريع ورجعين. مشوقة وأخبار كتيرة بتفوتكن إذا ما تابعتوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، ونفس الشيء طبعاً إذا ما عملتوا فولو لصفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام، ولمتابعينا أونلاين عم بتشوفونا هلأ عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلأ مع نور الدين أمين من العراق، وبصراحة أنا صار كتير مهتمة أعرف أي فيلم اختار للاحتفال بعيد العمال. How did we end up here? عادة لما نتفرج على الأفلام وننتقد، لكن ننسى منه خلف كل لقطة الأيدي العاملة اللي اشتغلت خلف الستارة على مد يوصل فيلم مثل ما هو. فاليوم راح أتحدث لكم عن فيلم سلط الضوء على الأيدي العاملة خلف الكاميرا، فيلم Birdman أو The Unexpected Virtue of Ignorance. تفضل مالدين. بهذا الفيلم استطاع مايكل كيتون إحياء حياته المهنية لما أدى دور ممثل يتخلى عن أهم أدواره الهوليوودية ليقوم بإخراج مسرحية تراجيدية وصراعه مع ناقدة سينمائية ما تنطي الإطراء اللازم. تمثيل كيتون كان مقنع جدا وقريب جدا على حياته الشخصية. مثل ما تعرفون مايكل كيتون أدى دور باتمان بالتسعينات وراها اختفى من الساحة الفنية. الفيلم من كتابة وإخراج العبقري أليهاندرو غونزاليس إيناريتو، الذي لا يكتفي أبدا في صنع الأفلام بالطريقة العادية بل يعشق المخاطرة، وقدم لنا لوحة سينمائية متكاملة تمثلت في فيلم بيردمان. غير أنه إيناريتو قدم لنا سيناريو صلب ومتماسك وأنطى كل شخصية حقها، فإن البطل الحقيقي للفيلم كان الطريقة التصويرية أو السينماتوغرافي، حيث شفنا الفيلم كله بلقطة واحدة متواصلة مع موسيقى تصويرية تخليك دائما على حافة المقعد، وشوفنا معاناة وإبداع كل شخص خلف الكواليس مهما كان دوره. تقييمي الفيلم 10 من 10. روحوا شوفوا هذا الفيلم. نور الدين أمين من العراق، متسابق عن فئة السينما والأفلام. مساء الخير نور الدين. مساء النور. أنا أكثر شيء حبيت بالفيديو إنه صوتي مسموع. هو أحلى شيء بالفيديو كان. كلك زو. مرسي. فايا، شو المعلومات الجديدة يلي قدمها نور الدين من خلال هالفيديو؟ في كتير معلومات ما كنت بعرفها عن الفيلم. مش عارفة إنه هو نفسه مخرج بيوتيفول وذا رينيفنت وهذه دول، ف وحدا مش ما كنت صراحة عارفة إنه وان شوت عملوها. حلوين المعلومات التقنية اللي عطاهم نور الدين، وبشكل عام حبيت الفيديو وكيف مزجته أنت يعني بالحياة الواقع تبعك، إنه حدا عم يندهلك وهيك، حبيت كان فيه حياة. شكرا لك فايا. يارا، هالفيديو ممكن يروح فايرل؟ ممكن اكيد. اول شيء حبيت كثير الفكره انه عم بيصور باكستيج وعم بيحكي على المرايه مع حاله وعم بيفرجينا يعني هيك تفاصيل الناس يمكن مش كثير بتفكر فيها، وعم يحكي عن هالفيلم تحديدا وقد ايه في ناس بتتعب وراء الكواليس، والناس يمكن ما بتفكر انه في اشخاص عم يتعبوا او ما بيجي على بالهم. كتير حبيت الفيديو، ومن الأشخاص اللي كل أسبوع عم يكون في شيء جديد مع وتطور مع نور الدين. شكراً لك يارا. وائل، من وجهة نظرك شو الجديد يلي شفته اليوم بفيديو نور الدين؟ الجديد هو بقيله كذا أسبوع بيعمل جديد، من أول فيلم فايت كلوب، وحتة إن أنت بتدي باك جراوند ستوري أو الخلف يعني القصة بتاعت صناع العمل و القصة الخلفية اللي ما حدش عرفها عن الفيلم، بالذات المخرج اللي انت تكلمت عنه وتكلمت على الإضاءة وتكلمت على انه تاخد وان شوت. طبعا بيردمان من أهم الأفلام في السينما، وهو فعلا يستحق 10 من 10. يعني حسيت انه لما تدي حد 10 من 10 حتى لو انا ما شفتش الفيلم، أداءك كان مقنع انه يخليني أوصل للملخص انه أداله 10 من 10، اتكلم عنه بطريقة فعلا بأنه أخد جوائز وإلى آخره، فما تخضتش حتى لو ما اتفرجتش على الفيلم مش هتخض ان انت اديته 10 من 10. فكان تقييم جيد جدا وكان متزن قوي. شكرا. اكيد بانتظار العلامه المناسبه لنور الدين.
نور الدين، شو الملاحظة يلي أخذتها من لجنة الحكم الأسبوع الماضي وجربت أنه تشتغل عليها الليلة؟ أكيد أكثر ملاحظة هي أنه أعمل ريفيو متكامل عن كل الأمور المتعلقة بالفيلم، وبنفس الوقت أحاول أعطي قصة هيك صغيرة لها علاقة بالفيلم. إن شاء الله توفقت. تنشوف قدي نسبة التوفيق، نشوف علامتك على 75 66 أكثر من سمر، يعني أنت بالمرتبة الأولى. منشوف أكيد الترتيب أمامنا 66 والمرتبة الأولى. شكرا لك نور الدين. مع راشد المتاعب من السعودية عن فئة الفن والتصميم، ناطرين فيديو احتفالي بعيد العمال على طريقته الخاصة. مساء الخير راشد. جاهز نبلش مع وائل؟ ما وائل، شو أكتر شيء حبيته بهالفيديو؟ الفيديو يعني تمام، يعني راشد أنت المرة دي، هو أنا لما ابتديت تصور أنا قلت أنت لو صورت على العمارة هم بيبنوها كان هيرموك من ال، يعني لو أنت بوظ لنا شغلنا ولا إيه، قلت هيعمل إيه. فحلوة الفكرة، يعني حلوة، يعني سيف بالنسبة لي، اتس سيف فيديو. شكرا. بس ما لازم يقول رأيه في ال، لازم يقول رأيه في ال، في الألوان النهاردة. ايه قلت له لازم يرسمني شي مرة كمان، ما بعرف، خلينا نشوف. اوكي شكرا وائل. فايا، لقيتي عامل التأثير بهالفيديو؟ ايه انا حبيت الفيديو، حسيته تمام، يعني سيف وشوي اكتر، يعني حسيت فيه. حبيت انك عم تحكي عن عمال البناء، في عندهم كثير تعب جسدي، وحبيت انت كيف وقتها رسمت مع الاطفال حسينا في شيء حقيقي. هون كمان حسيت انه عن جد عم تقدم لهم لوحه انه هيك تقدرهم، وحسيتهم هيك كانوا مستمت، يعني شيء جديد بالروتين اليومي تبعهم، وحبيت الفيديو لذيذ. شكرا فايا. يارا، الفيديو كان على قد توقعاتك الليله؟ هلا راشد هيدا راشد مثل ما منعرف، بس الحلو انه في شوي شيء جديد، يعني مش انه عم نرسم على مثل ما كل اسبوع، يعني نحن متوقعين انه يصير، لا في شيء ما توقعته. انا تخيلت انه يكون شيء مثل ما كل اسبوع بيقدمه، لا حسيت انه في عم بنتظر شيء، بده يصير شيء بس مش عارفه شو. هيدا الحلو، الحماس، وفي شيء جديد بالفكره. شكرا لكم، اكيد بانتظار العلامه المناسبه لراشد. راشد، مين المنافس الأقوى لإلك بين زملائك؟ بصراحة كلهم منافسين، بس في نفس الوقت أحب أتحدى نفسي لأنه أحب أطلع بشيء جديد، يعني إذا تحديت نفسي. ودايماً عم بتكون تقدم أشياء جديدة، وهيدا كان رأي لجنة الحكم وبالأخص يارا. خلينا نشوف شو علامتك على 75 راشد، 58، ترتيبك بالمرتبة الثالثة. نور الدين، سمر، وانت. شكرا لك راشد. مع جنان وكيل من سوريا، راح تنضاف الليله كلمات جديده من موهبه شابه للقصائد يلي كرمت العمال بعيدهم. لا
لك جزيل الشكر على التعب وعلى شلال عرق تدفق، لك قبعات سلام من الشمس وباقات ورد مذبوح معطرة، من جبينك تتلألأ حبات الصبر والجسد قاحل كأرض تحتاج المطر، حاملا عبء المدينة فوق الكتف وترعى البدر ولا تعرف الكلل، تعرجات كفيك هي بصمة الإرهاق في سبيل العيش تناضل وحدك، لك قبلات من جوهر الأرض ليحيا جسدا يعانق السهر، أنتم الكادحون منذ أزل من ذرات الشقاء تخلقون الأمل. مساء الخير جنان. يارا كمان الليلة أنا أعطيك جنان بكلماتها. مؤثر جدا الشعر، الكلمات مع الموسيقى مع التصوير مع اختياره لعدة عامل يعني بمجاله حلو. شكرا يارا. فايا عندك تعليق على صورة؟ كيفك جنان؟ تمام منيحة. لا حبيت الصورة، يعني حسيت عن جد عم تحكي عن كل عامل بكذا مجال مختلف، والصورة مع القصيدة كانوا يعني كملوا بعض. شكرا فايا. وائل شو رأيك بالمونتاج، مونتاج الفيديو؟ المونتاج قصدي المونتاج حلو جدا. عجبني اكثر حاجه في الثلاث حاجات عجبوني، عاده احنا بنقول ما بنحبش نترجم الصوره بالظبط على الشعر، بس الفيديو ده كان مبرر جدا انك تعملي كده، و يعني بجد. وتاني حاجه الشعر حلو قوي قوي قوي، يمكن ده من التوب 2 من الشعر بتاعك من وقت يوم المراه. وثالث حاجة في الفيديو وصلت الفكرة. لا بس ثالث حاجة نسيتني كارلا. لا ولا ما نسيتك، بس انت نسيت الفيديو. لا زي ما بقولك عجبني الشعر جدا، وعجبني الصور اللي انت حطاها. وثالث حاجة الامبريشن او الانطباع اللي خدته انه كل العمال بمختلف مختلف مجالاتهم، ما رحتيش بنا بس او رحتي طباخين بس، او حسيت انه في كان في تنوع، وده اللي عجبني انه بيتكلم على الشخص نفسه اللي بيكدح. برافو عليكي. شكرا. اكيد بانتظار العلامه. جنان قد ايه بدك وقت لتكتبي قصيده؟ انا بنتظر الوحي، ومهما ما اجى الوحي بتطلع القصيده فورا. أيوة. بسرعه. ايه تنشوف اذا اسرع من علامات لجنة الحكم. جاهزة العلامات؟ اوكي خلينا نشوف. على 75 جنان اسرع من توصيل وائل لفكرته كمان، مش هيك؟ العلامة على 75 لجنان. واو 61. خلينا نشوف ترتيبك. انت رابعة مشتركة، وبيكون ترتيبك بالمرتبة الثالثة. شكرا لك جنان. التحدي الاول من نجوم بلا حدود والاحتفال بعيد العمال مستمر مباشره على الهواء وعبر قناه الان للبث الحي على يوتيوب. وهلا فاصل سريع وراجعين. بواحد أيار مايو بيحتفل العالم بعيد العمال، والليلة اخترنا للتحدي الأول وعلى طريقة نجوم بلا حدود نكرم كل عامل على وجه الأرض. شو عم بيصير بكواليس هالبرايم وغيرها من الخبريات بتشوفوها باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وعلى صفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ مع عبد الرحمن الحريري من سوريا بنختم التحدي الأول بروح رياضية. بمناسبة عيد العمال قررت انزل على ورشة مليئة بالعمال وشوف شو اكتر شي بيعانوا منه. من بعد المناقشات مع بعض العمال لقيت انه معظمهم عم بيعانوا من نفس المشكلة، وهي آلام بمنطقة الركبة. الساعة
السبب الرئيسي لهي الأوجاع هي استخدام الرتبة أكثر من اللازم، لأنهم عم بيشتغلوا لساعات طويلة بوضعيات جسدية بتحط ضغط زائد على الرتبة، والحل هو تقوية عضلات الفخذ الأمامية عشان تشيل الضغط الزائد عن الرتبة، وهذا طبعا عن طريق تمرين واحد فقط من دون استخدام أي معدات. نحتاج لحائط نسند ظهرنا عليه وننزل للزاوية 90 والتثبيت لمدة لا تقل عن 10 ثواني مع التكرار 4 مرات على مدار اليوم. وبالنهاية بحب لكم تأكدوا من عند الطبيب لعدم وجود أي التهابات بمنطقة الركبة قبل أداء هذا التمرين، ويعطيكم ألف عافية. مساء الخير عبد الرحمن. مساء الورد. انت لانه عندك روح رياضيه منشان هيك دائما منبلش مع وائل. كثير عم يزقفوا لك اصحابك هون؟ لا هاي له او الي؟ اوكي، او لوائل يمكن. وائل، قدر عبد الرحمن يجمع بين موضوع التحدي والفيديو؟ هو الموضوع يعني ممكن نقول شويه بيسك الفئه شويه. انا حسيت الفيديو اللي هو انا نزلت عند ناس عمال وقلت لهم يعملوا كذا وما كذا، كنت بامل في حاجه اقوى من كده سنه. يعني حسيته فيديو ممكن نقول انه برضه سيف، ما هوش يعني في المرحله دي من المسابقه. يا عبد الرحمن انت عارف انه الواحد لازم يبقى واقف على رجليه اكتر من كده. شكرا. هو على السكوات عدل واقف على رجليه. يارا، بيستحق لايك عبد الرحمن الليلة؟ بيستحق لايك على الفكرة، يعني الفكرة كتير مفيدة وكتير حلوة ولازم الكل يعرفها أكيد، بس حسيت التنفيذ شوي ضعيف، أضعف من الأشياء اللي مقدمهم سابقا. شكرا يارا. فايا، لأي سبب ممكن تعملي شير لفيديو عبد الرحمن؟ عن جد كأنك قاعدة بقلبي، لأنه أنا كنت حقول أنه هذا فيديو بعمل له شير. هلأ ليش بعمل له شير؟ أولاً في معلومات مفيدة وفي معلومات كتير سبيسيفيك دقيقة، يعني على أنت حبيت أنه ما حكيت كتير عموميات وضيعت حالك بكذا تمرين، أنه عندك دقيقة تعمل فيديو قررت تركز على شيء، فهذا كان كتير مفيد للناس يلي بهيدا يعني بهالموقف. حبيته، ممكن حدا يكون عنده هاي المشكلة يستفيد، وحسيت حتى يعني اللي بالشباب اللي شفناهم بالفيديو حسيتهم استفادوا، كانوا عم يسألوك إنه كيف، وبحس حيرجعوا يعملوه، فهيك حسيتك ساعدت حدا من قلبك يعني. بس ممكن أقول حاجة بس أخيرة. طيب، القانون رقم واحد لما تيجي تعمل أي فيديو is know your audience، أو لازم تعرف مين الجمهور اللي بيتفرج عليك أو اللي هيعمل شير أو إلى آخره. فدي النقطة اللي أنا كنت شوية حيران فيها في إن أنا أقول رأيي في الموضوع، إنه ما اعرفش حسيت ان لازم تدي الفيديو ده للناس هتشوفه وهتعمل له شير. فاهم الفكره؟ وصلت الفكره عن جد، وصلت. لا ولا ما عم بمزح، وصلت، فهمناها كثير. انا ما وصلت اكيد، بانتظار توصل العلامه لعنا. ولا ما عم بمزح. عبد الرحمن، انت كنت تقول انه نور بتساعدك كثير، قد ايه خروجها من المسابقه اثر عليك؟ اولا بحب اوجه لها تحيه لنور ابراهيمي كبيره قد الدنيا، لانه هي عم تتفرج علينا حاليا. طبعا خروجها من البرنامج اثر علينا كلنا، مو بس علي انا، بس انا بصور لحالي قبل ما فوت على البرنامج، فهذا الشيء ساعدني حتى من بعد ما ظهرت اني قدرت اصور نفسي. اخذت شويه هيك تيبس من نور. اكيد بوجه لها تحيه لنور، وبنشوف علامتك وترتيبك من بعد العلامه. 47 عبد الرحمن. انت بالمرتبة الخامسة، بس اكيد بنتأكد ومنشوف الترتيب امامنا. ما بعرف ليه بزعل، بس ما تتوفق. يلا بعد في تحدي اخر. شكرا لك. بذكركم انه الحماس بالبرايم صار ضرب 2، لانه التحدي الثاني ابتدى وعنوانه حر، يعني كل مشترك عنده مطلق الحريه يختار الموضوع للفيديو يلي رح يقدمه. وفي نرجع بالذاكره للبرايم الاول ومنشوف شو اضافت تجربه نجوم بلا حدود لموهبه المشتركين وكيف طورت امكانياتهم واساليب ادائهم. وهيك رح نرجع لفئه ويلنس وسمر انطون من لبنان ومنشوف كيف رح تبين تطور موهبتها وقدراتها بهالفيديو.
تناول الفواكه يومياً بيساعد بتأمين كتير عناصر غذائية ضرورية لجسمنا. في أنواع فواكه كتير مهمة بس قليل اللي بيعرفوا بوجودها. يلي بيميزها عن غيرها إنه بمجرد تناولها بتحصلوا على كل الفيتامينات والمعادن اللي ممكن تعانوا من نقص فيها. بداية الدراغون فروت الماليزية الموجودة بثلاث أنواع. غير إنها غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، هي بتقوي المناعة. ممكن تستعملوها لتحضير السموذي عن طريق خلطها مع اللبن الغني بالبروتين، وهيك بيوقع وحدة بتأمنوا عناصر مهمة للصحة. الستار فروت الإندونيسية اسمها بدل على شكلها، من أهم نفعها إنها كتير غنية بالفيتامين سي يلي بتساعد لتجديد شباب البشرة والمحافظة على إشراقها. ممكن تستعملوها لتحضير سلطة التفاكة الصحية الغنية بمضادات الأكسدة يلي بتحمي من الأمراض. الأساي باريز من أمريكا الجنوبية بتساعد لخسارة الوزن بسهولة لأنها غنية بالألياف يلي بيسرعوا من الأحساس بالشبع. نولون بالترويقة عن طريق خلطهم مع اللبن وزيادة الشوفان والمواسلي الغنيين بالألياف. وهون هن أهم ثلاثة سوبر فود بتلاقون بمحلات الفواكه المتخصصة بالاستيراد. فايا، على المعايير الخمسة بشو تفوقت سمر؟ فوقت بالجماليات وبالمحتوى من وراء المعلومات اللي عن جد مفيدة. يعني أنا صدقاً هي كل هالمعلومات جديدة، وطريقة كيف طرحتي المعلومات وكل الفريمز والألوان، الألوان يعني كتير كتير حلوين، وبتحسي بدك تنطي جوا الفيديو. ناخد شقفة فواكه كمان هيك تاخدي وتركدي. شو رأيك يارا؟ شو رأيك بالمحتوى؟ سمر من الأشخاص اللي بنطر شو رح يعملوا، لأنه الفيديو تبعها بشهي نظيف عن جد ويلنس. بتحسي التصوير كيف صار حلو، والألوان كيف بتشتغل على تفاصيل رائعة. ما في شيء، وما بعرف إنه بنطر كل شيء بتعمله لأنه كتير بيعجبني، والأشياء اللي قالتها كتير مفيدة. أكيد. بس فضل شو اسمها هيدي؟ شو اسمها الفواكه اللي قبل الأخيرة قبل البرج؟ ستار فروت. ستار فروت اسمها هيك على شكل نجمة. هي فيها كتير فيتامين سي فمنيحة للبشرة. هذا الشيء ما كنا بنعرفه. ميرسي على المعلومات. شكرا لك سمر ويارا. أكيد. وائل، أنت حكيت أنه سمر تطورت بين أول فيديو عملته وهلأ، هيدا الفيديو أكد لك هالشي؟ ده مش أكد لي وبس، يعني الفيديو من كتر حلاوته يعني بتخيل أنه حتى ممكن يكون ممكن حد مثلا زي باز فود أو الحاجات اللي هي برا باز فيد ياخدوها ويحطوها وتيستي والحاجات دي اللي بنشوفها أونلاين. مش معقول حلاوة الفيديو. أنت يمكن ده يكون أكتر فيديو تعبك صح؟ كتير تعبنا. لانه كادرات، وحتى كمان المعلقه وهي واخده طرف لا بعدين سوري النظافه، الاكل شفت المعلقه الجلوفز اللي حاطتهم والجلوفز. لا وبعدين انا حطيت لك علامه كامله. لا وبعدين الموشن بتاعت ايديها وهي بتحط والميوز لاخر شيء على بجد فعلا ده من احلى الفيديوهات اللي شفتها، وفرق شاسع ما بين اول واحده نطت من على البتاع شمعه من على الشمعه يعني اللي هو تحسي انه في ما بينهم 3000 سنه ضوئيه بصراحه يعني. لا بتكلم بجد الفيديو ده. تنشوف لكين العلامات ان شاء الله تكون علامه كامله لسمر. سمر انت قد ايه بتعطي؟ والله انت شو بتعطي على حالك على 10 بين اول تحدي باول حلقه وهلا؟ اول تحدي ولا شيء. من بعد ما سمعتي وائل اوكي، وهلا الليله هلا يعني بعد في نقاط بعد يعني ثمانية سبعة. هن قالوا لك علامة كاملة، خلينا نتأكد من علامتك على تحدي الحر. 70. Thank you. هالسبعين منضيفها على أول علامة وبيطلع لنا مجموع مع الترتيب. أنت أكيد مرتبة الأولى لهلأ. 138 أنت أكيد بال 132 بالمرتبة الأولى لهلأ. نعم يعني. بدنا نطلب شيء منها لسمر بالحلقة الجاية إذا فيها تحضر لنا شيء صحي نجربه. لا أنا عايز السموذي اللي لونه بينك ده. أيوة وأنا عايزة الستار أي حاجة. ستار فروت. وتالت واحدة الفاية. أنا الثلاثة هني وكل واحدة واحدة أنا ثلاثتهم مع بعض. أوكي. أوكي. ميرسي. ناطرة الكوكتيل لك. شكرا سمر. باي. باي سمر. مع نور الدين أمين من العراق، محمسين نحضر فيلم سينما 10 من 10 على ذوقه. I do know that, yeah, but that's no fun.
هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين ذا روك دوين جونسون والمخرج براد بايتن. التعاون الأول كان على فيلم سان أندرياس، ولو ذاك الفيلم ما حلو، بس خلينا نشوف هذا الفيلم. تعالوا، قصة الفيلم عن معركة بين غوريلا تصير عملاقة من وراء تجربة طبية، ومعركتها مع تمساح عملاق وذيب عملاق وعضلات ذا روك العملاقة، كل هذا بفيلم واحد. خلينا نشوف، أكيد الفيلم مسلي. يلا رح يبدأ الفيلم. 2 hours later. واو. الفيلم سخيف وممل جدا. ليش؟ السيناريو كان غير موفق، الحوارات غير ناضجة، الأحداث تتوقعها من أول لقطة، عبارات غير مضحكة، ويحطون ذا روك بمواقف حتى لو سبع البرمبة ما يطلع من أدها. أما أسوأ شيء بالفيلم كانوا الأشرار، حواراتهم سخيفة، تمثيلهم سيء، وردود أفعال معلبة من كل الشخصيات مصحوبة بمؤثرات بصرية الفيلم كانت غير مقبولة. مع الأسف على هذا الفيلم اللي تحمست له وتوقعت أنه رح ينقذ الأفلام اللي مقتبسة من الفيديو جيمز. تقييمي الفيلم 4/10. بليز لا تضيعون وقتكم وتجنبوا هذا الفيلم. مع السلامة. يارا، سمعتك شفتك عم تضحكي، شو رأيك بإبداع نور الدين؟ ما رح أشوف الفيلم كلش. هذا أول شيء. وصلت الرسالة. لا وصلت الفكرة. لا، اول شيء انصدمت بالفكره، قديش جديده وقديه نحن يعني متوقعين انه يخبرنا عن فيلم قديه حلو روحوا حضروه، بس انه مش حلو، سخيف، سخيف. ما تبلع ومعصب، عم يحكي معصب وبهيك بردت فعل يعني، وانا بحب كثير لهجته العراقيه، فببقى هيك مركزه معه بالتفاصيل وال ما بعرف. اي لايك. شكرا. لايك لايك. وائل، شو تعليقك على أداء نور الدين؟ أداء نور الدين ومع أنه في شوية كوميدي بس حقيقي، يعني تحسوا أنه عادة الواحد لما بيعمل فيديوز ممكن يعيد مرة واثنين وثلاثة، بس حسيت أنه ده تيك واحد اتاخد، وكان حقيقي فعلا تحسه لسه طالع من علقة يعني. لا هو حلو. أنا في يعني في حتى أصحابي بيقولوا لي عاوزين كنا نخش ستيفن سبيلبرغ أو الفيلم ده، فأنا مستني قناة الآن لما تنزله على السوشيال ميديا والله اعمل لهم تاج بس خي 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 عشان يرحموني يعرفوا. شكرا. بس انه في الموحش فاير. برافو. شكرا. شو رايك بكتابه النص؟ كثير حبيت يعني، وقد ايه عم تحكي بشغف يعني، عن جد مثل ما قالوا صدقنا انه انت عن جد مهتم، وحتى بفهم غضبك لانه قد ما عملوا له ماركتينج وتسويق للفيلم كانت التوقعات كثير عاليه، وكل حدا فات قال لي ما تحضري، فحسيت ادائك يعني مقنع والنص حلو لانه فيه هيك حس الفكاهه يعني وسخيف له التمثيل مش النص الفيلم. شكرا لكم. اكيد بانتظار العلامه المناسبه. نور الدين، انت اي نوع افلام بتفضلها؟ اكثر افلام احبها هي الساينس فيكشن، خيال العلمي، وافلام الكوميدي. وانت كمان وائل؟ الرعب. انا مو كثير احب الرعب. لازم تتوقع. ما انا ما حد سالني بس الرعب. اوكي، خلينا اشوف العلامه اذا بترعب ولا 74. يا رأيت اعطيت علامه كامله، رح نضيف ال 74 على العلامة الأولى ونشوف مجموعة العلامة 140. واو. وبالمرتبة الأولى لهلأ نور الدين. شكرا. ترتيب المشتركين بالتحدي الثاني بلش يكشف مين ممكن يكون المهدد بالوقوف بمنطقة الخطر، بس هلأ فاصل سريع ورجعين. التحدي الحر فتح المجال أمام المشتركين ليحلقوا بمواهبهم وأفكارهم ويقدموا أفضل ما عندهم للمنافسة بلا حدود. وأنا اليوم كمان بدي أتحديكم تحدي حر وشوف إذا رح تحذروا مين رح أقلد. أنا من لبنان وبحب اليوغا كتير، بحب اليوغا على البحر، على الجبل، على الشجرة، بالسماء، بالسقف، لأنه بتريح لي أعصابي، خاصة أنه أنا كتير كتير صعب كون بحالة استرخاء.
تمر. كل لي من تكون لأقول لك من أنا، فيديوهاتي كلها مشاعر وفيديوهات رفاقي بغير معنى، أنا والشجن توأم والفرح عدوي أنا. على الميكرو إن شاء الله. التحدي الحر مستمر على ذوقك وائل. ومع راشد المتاعب من السعودية لابد أنه يكون اشتغل على عنصر الإبهار ليتفوق على نفسه والمشتركين الأقوى يلي استمروا لليوم. فكرة راشد حبيت كثير، انا شايفه الفكره من قبل بس تنفيذك انت يعني تفوق على كل الفيديوهات اللي شفتهم بهي الطريقه تحديدا، يعني الرسم باستخدام اكواب الماء، وحبيت التفاصيل، ويعني انت استاذ بهالقصص بالبيوتي شوتس، وحتى الموسيقى بالاخير كيف حتى حركه الكاميرا بتكون على الايقاع. فانا يعني غير انه انت فنان بالقصص باللوحات اللي بنشوفها ودائما بالنتيجه النهائيه، بحب فيديوهاتك كثير. شكرا فايا. يارا وصلتك رسالة راشد؟ كنت حابة أشوف هيدا الفيديو قبل يكون أول انطباع، لأنه هيدا شيء جديد وهيدا منتظرينه. رح أعطيه علامة كاملة هلأ لراشد، لأنه هلأ ما في شك أنه راشد معروف دايماً، راشد وهدي مبدع، بس كفكرة نحن عم نحكي هلأ 5 من 5. وائل شو رأيك وتقييمك لهالفيديو اللي شفته من راشد؟ تقييمي انا مبسوط منك جدا يا راشد، لان انا حتى وانا جاي من مصر عمال اقول تفتكر هيعمل جرافيتي تاني ولا مش هيعمل جرافيتي تاني. فانت طلعت حاجه، احنا بقالنا 11 اسبوع وده اول مره تطلع موهبه تانيه جديده، فدي حاجه كويسه انت فاهم. انا اي وود شير ذس، يعني انا ممكن اعمل له شير بمنتهى البساطه جدا. وعجبني الاديتنج بتاعه، عجبني الفاست موشن في الاخر اللي هو انتوا لسه هتزهقوا من الفيديو، طب انا هعمل لكم فاست موشن علشان تفضلوا قاعدين بتتفرجوا على الفيديو. ورحت جايب جزء من اللوحه قبل ما تتعمل، فانت صايع، انت عارف انت بتعمل ايه كويس قوي. سسبنس سسبنس صايع. لا صايع، برافو يا راشد. شكرا. نحن بانتظار العلامات. انا هون بس بدي نوه انه الكبايات يلي استخدمها راشد بالتصوير قعدنا تنظيفها لاعاده استخدامها من جديد، بما انه نحن من مشجعي اعاده التدوير. نشوف إذا صارت العلامات جاهزة. ريحتك ما سألتك سؤال. علامة راشد على 75، إن شاء الله تعود لك عن أول تحدي يا راشد. 73 لراشد، رح نضيفها على أول علامة ونشوف مجموعك وترتيبك. عوضت تقريبا عن أول علامة، 131 بالمرتبة الثالثة. شكرا لك راشد. جيلان وكيل من سوريا صارت جاهزة للتحدي الحر ولتقدم فيديو اختارت مضمونه الشعري بنفسها. الوقت شوكة في حضرة الأشواق، فهل لك أن تكفكف قسوة الانتظار
سل شهب المساء عن عشق الدفين، سل حارس البناء عن سهر الدقيق، يتغيب عاما ليطل على شرفة القلب وينشد تراتيل الشوق الرقيق. ملك تائه لا تعرف وقتا للمجيء، أهديك ساعة علك تعي موعد المفيق. أنا لم أتحالف مع الوقت عليك، هي عربات تتزاحم في الطريق، ولكني أقابل برعم العشق بأضعافه، وشوقي أطول من هذا الطريق. تشفعت لك اليوم رائحة الكتب، فحذاري حذاري من سرقة الرحيق. يارا، عجبك اختيار جنان؟ ما بدي احكي عن الشعر، لأنه الشعر أكيد مثل العادة، يعني معروف جنان كيف بتأثرنا بشعرها، بس حسيت الفيديو اللي قبل حبيته أكثر من هيدا. أوكي، شكراً لإلك يارا. وائل، لنشوف شو راضي عن أداء جنان؟ هو الفيديو طبعاً الأولاني لا شك إنه يعني مستوى تاني خالص. أنا كنت قلت لك على الفيديو الأولاني، قلت عادة ما بنحبش إن إحنا نحط صورة مع الكلمة، بس أنت توفقتي أكتر في الحتة دي، كان لازم تعملي كده. هنا حسيت شوية كليشي إنك تجيبي الساعة وتعملي له كده، وبعدين فهمة تروحي مقطعة، وكلام أعمق من فكرة إن واحد بيقابل واحدة في سينما وبعدين رجع تاني، وبعدين فجأة جاب لها كتب، فما بقيتش فاهم القصة فين يعني. تأخر واحترام الوقت، الانتظار. I know بس كان شوية كليشي، يعني أنا حسيت كليشي، والأديتنج بتاع وانت قاعدة على الكنبة ما عجبنيش قوي، كان سريع قوي إن أنا أخد بالي إنه بتاع مقسومة نصين وانت قاعدة مستنية، في حاجة غلط في الفيديو ده. الشعر أقوى من التنفيذ، تنفيذ الفكرة. بس الشعر الأولاني في أول فيديو، أول فيديو أكيد أحلى، عملاق يعني، عالمي. أول فيديو صراحة. شكرا وائل. فايا، صرت استحي بس له ولا وائل شكرا، بس انه مجبوره. فايا، التزمت جنان بملاحظاتك؟ ملاحظاتي انا من يلي اعطيتيها الاسبوع الماضي. هلا بدنا نقارن جنان، بما انه هالمره التحدي حر، يعني بدنا نقارن باول فيديو لاول اسبوع عملته جنان. اكيد في تطور، اكيد 100%، بس انا هذا الفيديو تحديدا، يعني جنان هي لانه الليرنينج كيرف تبعها او التطور بتحسيه احيانا بيطلع وبينزل. هلا اكيد كله طلوع، بس انا اليوم الفيديو حسيته شوي معجوب، يعني عرفتي لما بتحطي كل شيء بالطبخه فبتنتزع الطبخه، يعني انا بميل اكثر للبساطه، كيف نوصل اكثر، يعني غير انه القصيده حسيت فيها كثير جمل دايركت مثل ما قال وائل، شوي كليشيه او كثير انعملت قبل. كمان الفيديو حسيت فيه لقطات حتى انت عملتيها، يعني انا اليوم اذا بدي اشوف جنان، اذا انا بتابعك على انستغرام بعد فتره بمل، بدي شيء جديد يعني، فانا هون حسيتك يمكن عم تكرري حالك، وحسيت في كثير تفاصيل بالفيديو ضعت يعني. شكرا لكم، اكيد بانتظار العلامه المناسبه لجنان. جنان، انت شو العلامه اللي بتعطيها لنفسك بالتحدي الحر من البرايم الاول واليوم؟ بالبرايم الاول 2-3، اليوم شي 8-9. ماينة 9، في فرق كتير كبير، بس ولا مرة أخذت 2، علاماتي كانت دايما تكون عالية يعني. بديك أنا لست لهم. خلينا نشوف هلأ قديش رح تاخدي يا جنان على التحدي الحر. 37 منضيفة على العلامة الأولى، بس عندك قبل منيحة، تنشوف المجموعة. 98 بالمرتبة الرابعة جنان. شكرا لك. بين مشترك من المهددين بالوقوف بمنطقة الخطر وهي جنان مثل ما شفتوا، وبيبقى معنا عبد الرحمن الحريري من سوريا عن فئة الرياضة، منشوف لوين اختار يوصل بالتحدي الحر. هلا
هلا صار الجو حار وبلشت العالم تنزل على البحر، كلنا بنحب اجسامنا تكون حلوه على البحر، كرمال هيك رح اورجيكم ثلاث تمارين اليوم تساعدكم تضبطوا فيها اجسامكم للصيفيه، بس قبل ما نبلش التمارين لازم نحمي جسمنا. التمرين الاول هو وضعيه الفرانك بوزيشن، ومن مميزات هذا التمرين انه بيركز على بناء عضلات المعده وشد الترهلات في اسفل الظهر. التمرين الثاني بيساعد على شد المؤخره والتخلص من السلولايت اللي موجوده بالارداف. التمرين الثالث بيركز على جميع عضلات الجسم، ومن مميزات هذا التمرين انه بيحرق سعرات حراريه كبيره، فبيساعد على تخلص الدهون من جميع انحاء الجسم. وهيك صرتوا جاهزين لتروحوا على البحر تتمرنوا وتنبسطوا. وائل، تحمست تعمل رياضة أو بالأحرى عامل التأثير بهالفيديو كان قوي؟ تحمست، عايزة أحرق دهوني كلها. بتخفف أكل قبل. ما لازم الاثنين مع بعض، بس استحالة أعملها على الرملة دي، أنت زمانك سفيت كمية تراب مش طبيعية، كمية رملة مش طبيعية صح؟ هو إذا بتعملها صح ما بترمي التراب وراك، مو بترمي التراب فوقك، فهذا طريقة. بس أنت بتنصح الناس يعملوها على الشط كده على الرملة؟ أكيد أكيد، بتفوت بجو هارد كور تريننج وبتعرق، بعدين الرياضة عبارة يعني عن get down get dirty، مو بلبس كلوفز و اقتنعت؟ لا تمام. هو طبعا اكيد حتى فكره الاديتنج جديد انك تقسم الشاشه والى اخره، وانت كنت فيري اوبتيمستيك، هو بس اخر حته دي اللي حسيتها شويه اوت اوف مود، يعني الناس وهي بتلعب فوليو بتاع. طيب فرجيك الاجسام من بعد التمارين. لا بس تمام، شكرا وائل. فايا، هالفيديو صالح للانتشار؟ ايه صالح، حبيت كثير، في يعني عامل التأثير كان كثير قوي على يارا بنص الفيديو، صارت تعملنا هيك، فانه كثير بحمس، وحبيت عن جد انك عم تفرجي من كذا منظار، يعني كذا بوينت اوف فيو لحتى ما ترجع تكرر حالك، بنفس الوقت عم شوف شغلتين مختلفين، والمود حلو ولذيذ ومفيد الفيديو. شكرا فايا. يارا، شو الاضافه يلي قدمها عبد الرحمن بهالفيديو؟ هيدا الفيديو عوض الفيديو اللي قبل اللي كان يعني سيف مثل ما قلنا. زيت الحركة الأخيرة. إيه الحركة الأخيرة، أنا تحمست كتير على الحركة الأخيرة، كتير حبيتها، أول شيء لأن كتير صعبة وكتير بتحرق، بحب أنا هيك التحدي. البيربي. It's a combination of burpees. هيدا موضوع يعني بتحس الكل قبل ما تبلش الصيفية، كل الناس بتطلع بتشوفها على الطرقات عم تمشي، ويلا بدها تبلش بثلاث اشهر، شهر اربعة تعمل ايه، تعمل بثلاث اشهر التباديع يعني اللي ما بينعمل، مع انه الفكرة غلط، لازم نبلش من قبل ولازم كل يوم نشتغل على هيدا الموضوع. حلوة الفكرة كتير. شفتك عم تركضي على التريدميل على الانستغرام، على اي سرعة كنت عم تركضي؟ اكثر شيء اكثر سرعة. يعطيك العافيه. الله يعافيك، بس كثير كثير نحن بانتظار اكيد العلامه، ان شاء الله تعوض لك عن اول علامه. مين من المشتركين هيك بتحس انه بحاجه لك كمدرب خاص؟ بعتقد كل المشتركين بحاجه لمدرب خاص، بس خصوصا نور الدين، لانه كل ما فوت لعنده على الغرفه بلاقيه عم بياكل سناكس. يا لا لا يا نور الدين. خلينا نشوف العلامه عبد الرحمن. شو بتتوقع؟ أنا بقول أكيد أكثر من العلامة الأولى، إن شاء الله تعود مزبوط. 60 منضيفها على أول علامة ونشوف المجموع. دغري قلت لي دينجر زون. 107 بالمرتبة ما قبل الأخيرة، شفت مش من قلبي. يلا عبد الرحمن. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع هن جينان وعبد الرحمن. اذا جنان وعبد الرحمن حاليا بمنطقه الخطر وبحاجه لدعمكم وتصويتكم هلا عبر صفحه الان على فيسبوك، وبهالوقت بنشوف كيف كان مرور جنان وعبد الرحمن بالتحدي يلي اختاروه بنفسهم للعرض الاخير. هلا صار الجو حار وبلشت العالم تنزل على البحر، كلنا بنحب اجسامنا تكون حلوه على البحر، كرمال هيك رح اورجيكم ثلاث تمارين اليوم تساعدكم تضبطوا فيها اجسامكم للصيفيه، بس قبل ما نبلش التمارين لازم نحمي جسمنا. التمرين الاول هو وضعيه الفرانك بوزيشن، ومن مميزات هذا التمرين انه بيركز على بناء عضلات المعده وشد الترهلات في اسفل الظهر.
التمرين الثاني بيساعد على شد المؤخرة والتخلص من السلولايت اللي موجودة بالأرداف. التمرين الثالث بيركز على جميع عضلات الجسم، ومن مميزات هذا التمرين انه بيحرق سعرات حرارية كبيرة، فبيساعد على تخلص الدهون من جميع أنحاء الجسم. وهيك صرتوا جاهزين لتروحوا على البحر تتمرنوا وتنبسطوا. الوقت شوكة في حضرة الأشواق، فهل لك أن تكفكف قسوة الانتظار؟ سل شهب المساء عن عشق الدفين، سل حارس البناء عن سهر الدقيق. يتغيب عاما ليطل على شرفة القلب وينشد تراتيل الشوق الرقيق. ما لك تائه لا تعرف وقتا للمجيء، أهديك ساعة علك تعي موعد المفيق. أنا لم أتحالف مع الوقت عليك، هي عربات تتزاحم في الطريق، ولكني أقابل برعم العشق بأضعافه، وشوقي أطول من هذا الطريق. تشفعت لك اليوم رائحة الكتب، فحذاري حذاري من سرقة الرحيق. تساعدوا المشترك المفضل بالنسبة لكم، لأنه وحده تصويتكم بخليه يرجع للمنافسة، بينما التاني للأسف بغادرنا الليلة. فاصل سريع وراجعين. جينان وعبد الرحمن بمنطقة الخطر، وكان عندهم طلب أخير من الجمهور بنسمعه بهالفيديو. أنا عبد الرحمن، مشترك عن فئة الرياضة، وأنا حالياً بمرحلة الخطر ومحتاجكم تصوتوا لي. تركت كتير أشياء مشان شارك بهيدا البرنامج، مثل شغلي. كل يوم أنا موجود فيه بهيدا البرنامج عم أتعلم أشياء جديدة من الأساتذة، فأنا محتاج أني أضل بهيدا البرنامج ومحتاجكم تصوتوا لي. أنا جنان وكيل عن فئة الكتابة والشعر، أنا هلأ بمرحلة الخطر، كتير بحاجة لتصويتكم ودعمكم. صار وقت أقول إنه الدعم على قد المحبة، قد ما أنتم بتحبوني دعموني وصوتولي، صوتكم بيعمل فرق وبيخليني كفي أنا بالبرنامج. كتير حابة ضل، أبداً ما حابة أطلع ولا غادر. لسه في كتير شيء عندي بدي أقدمه بعد ما شفتوا شيء من الطاقة اللي أنا عندي إياها، وبدي أقدمه من خلال هالبرنامج. الوقوف بمنطقة الخطر وبهالمرحلة صار أصعب على الكل، لأنه التحدي صار بين الأقوى، ووحده تصويت الجمهور بيقدر يكون الحكم، الحكم الفاصل ليرجع الأفضل للمنافسة، بينما التاني للأسف بغدرنا. دقايق ومنعرف مين صاحب الحظ من بين عبد الرحمن وجنان، مين رح يكسب هالجولة بتصويت الجمهور، ونشوفه البرايم الجاي. عبد الرحمن هيدي ثالث مرة بيكون موجود بمنطقة الخطر، وجنان ثاني مرة، ودموع على جنان أهم بكتير من الكلمات يلي بتكتبها أو الكلمات يلي توجهت فيها للجمهور الليلة. عبد الرحمن لو عنده روح رياضية أكيد ما رح يتقبل كتير إنه يغادرنا، خاصة إنه صرته قليل، صرته مثل الإخوة، وكلنا صرنا مثل الإخوة بهالبرنامج. التصويت توقف. مين بين عبد الرحمن وجنان بغادرنا الليلة؟ أنا اليوم بالذات وبعتقد الحلقتين المقبلين بدي وكل وائل مهمة يعلن الاسم، لأنه صراحة مهمة صعبة وبتزعل. النتائج صارت جاهزة، والمشترك يلي أنقذ تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو
جنان وكيل ألف مبروك لإلك. عبد الرحمن تمنياتي إلك بالتوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. نلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون الآن. أربع مشاركين نجحوا بالوصول لهالمرحلة من المنافسة وهن مصرين على النجاح وتحقيق الحلم بالوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب وجائزة النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على ألف خير. Thank you.